أسوأ نوع مينوكسيديل في العالم. كلمة كان على نوع بعينه هقوله لك النهاردة في الفيديو يا صديقي، واحذر هذا النوع إنك تستخدمه بأي شكل من الأشكال. اللي لمك عن تجربة واحد صديقنا هنا في القناة، قال لي على النوع ده وقال لي إيه اللي حصل له منه، بعت لي عبوة منه، تمام؟ يعني بعت لي عبوة هو كان مستخدمها، تمام؟ كارثة كارثة، نوع كارثي. اتمنى ان انا النهارده عاده يعني ما بحبش اخبط في الشركات بالطريقه دي، ولكن النوع ده انا لازم اعمل كده علشان الناس ما تستخدمش النوع ده. ده في المقام الاول. وفي المقام الثاني الشركه تعيد حساباتها في تركيبه هذا المنتج، لان دي شركه كبيره اللي انا هتكلم عنها النهارده، دي شركه كبيره. وعاده اليوتيوبرز ما بيعملوش اللي انا بعمله ده، بس انا هعمله علشان انا يهمني حضراتكم يمكن قبل اي حاجه ثانيه. لو هتتعارض المصالح ان مصلحة الشركة مع مصلحتكم انتوا، لا انا عندي انت اهم، انا عندي انت اهم يا باشا، انت اللي بقيلي وانت اللي قاعد معايا وانت اللي بتشوفني على طول، فانت عندي اهم. اسوأ نوع مينوكسيديل في العالم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى صديقك تكون بخير وشعرك بخير وما تكونش استخدمت النوع اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. استأذنكم يا جماعة نعمل لايك من زرار اللايك اللي هنا عشان احنا هيتخرب بيتنا في هذا الفيديو، فما يبقاش موت وخراب ديار، فاعمل لايك بعد إذنك فضلا لا أمرا طبعا، بس يا صديقي عادي لو أنت مش عايز، كفاية إن أنت مشرفني ومنورني بوجودك. مش هطول عليك، أهو هو ده النوع اللي أنا عمال بكلمك عنه وبقول لك إن أسوأ نوع مينوكسيديل على الإطلاق، هستعرضه لك والله من كل الجوانب. طبعا أنت شفت الاسم هير باك بلس، مفاجأة مفاجأة، عمري ما كنت أتخيل من الشركة الكبيرة دي، شركة كبيرة جدا صراحة في مجال صناعة المينوكسيديل وصناعة مستحضرات التجميل هنا في مصر، يعني ان هي تعمل منتج بهذه الدرجة او بهذا الشكل. يعني اللي بعت لي المنتج ده يا جماعة واحد صديقنا هنا في القناة، ولكن هو مش حابب يذكر اسمه، والراجل بعت لي صور ليه ولكن برضو طلب مني، ودي امانة وسرية انا ما اقدرش افضحها للراجل. قال لي ده اللي حصل في شعري في خلال استخدام هذا النوع من المينوكسيديل ده يا جماعة، وهو صيغة الرغوة من هير باك بلس، دي صيغة الرغوة، تمام؟ الراجل للأسف كان سمع احد فيديوهاتي في يوم من الايام، هو كانت الموضوع ما بيني وما بينه الاول كان عبارة عن خناق، تمام؟ قال لي انت مش قلت ان المينوكسيديل الرغوة ده من افضل انواع المينوكسيديل، وان المينوكسيديل الرغوة ده ترشيح الاطباء، وان هو ما بيعملش قشرة او حكة او قليل، بيقلل بنسبة كبيرة نسبة التساقط وبيعمل شغل جميل. طب انا بستخدم المينوكسيديل ده بقالي فترة طويلة، مينوكسيديل الرغوة ده بقالي فترة طويلة وشعري وحش وشعري بقى بيقع اكتر من الاول، فسألته انت بتستخدمه بقالك قد ايه، يعني اكتر من 6 شهور؟ قال لي اه. في ايه حضرتك، انت المفروض في التساقط بقى، يعني لو حد عدى مرحله ال6 شهور دي ولسه عنده تساقط فيبقى موضوع غريب. فقلت له طب وريني حاله حضرتك، بصيت حاله شعره قبل وبعد، لقيت فعلا الراجل راسه مش حلوه، نتيجه الموضوع عنده مش حلو، دي مش نتيجه مينوكسيديل اصلا. قلت له انت المنتج ده غيرت عليه يعني ايه؟ يعني هل جبته مره واثنين وثلاثه خلصت عبوه وجبت عبوه بعدها وخلصت الثانيه وجبت الثالثه؟ قال لي اه جبت غيرت عليه اكتر من 4 عبوات والنتائج كانت سيئه جدا. قلت له طيب استاذنك تبعت لي المنتج اللي عندك. فعلا بعت لي العبوه دي، تمام؟ اللي انتوا شايفين انا جايب يعني جسم الجريمة قدامكم اللي اتبعت لي علشان يبقى هو دليل على الكلام اللي بنقوله. المينوكسيديل يا جماعة هو نوع من انواع المينوكسيديل فوم، هو ده شكل العبوة، تمام؟ من جوه عبوة معدنية او يعني مش عارف سامعينها ولا لا، معدنية، تمام؟ ليها الغطاء اللي انتوا شايفينه ده وليها البخاخ اللي انتوا شايفين منظره قدامكم ده فوم. انا هرش لكم هنا شوية عشان تبقوا عارفين شكله عامل ازاي، بشكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ فوم، مينوكسيديل فوم، تمام؟ انا كنت بقول الانواع دي انواع كويسه جدا وما زلت بقول ان الانواع دي انواع كويسه جدا، ولكن ماركه هذا الفوم سيئه. انا لما جيت يا جماعه اتكلم عن المينوكسيديل فوم وقلت ان المينوكسيديل فوم هو الصيغه الاكثر امانا من المينوكسيديل، وان هو اللي ما بيبقاش فيه نسبه كحول كبيره او تقريبا صفر نسبه كحول، وما بيبقاش فيه ماده البروبالين جلايكول اللي بتعمل قشره. الراجل ده مصور لي او وراني فروه راسه مليانه قشره ومليانه كانه راشش دقيق في فروه راسه من كتر القشره اللي موجوده. الصراحه الراجل حالته صعبت عليا جدا. قلت له يا فندم غير النوع ده تماما، ما تستخدموش واستخدم نوع بديل. بالرغم بقى ان نفس الشركه دي اللي هي هير باك بلس بتعمل منتج تاني مينوكسيديل موجود في السوق
منتج ممتاز جدا، منتج ناجح جدا، بس سائل. الصيغة السائلة، الصيغة السائلة عندهم ممتازة. الصيغة المنيلة بستين نيلة الرغوة دي وحشة جدا. ليه بقى؟ الصيغة دي بتعمل قشرة، بتعمل حكة، وبتعمل قشرة كمان سميكة جدا 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 على فروة الراس، بتمنع الامتصاص. زائد ان كثافته، انا لما جيت بقى رشيت، انا جيت اختبرته عندي، رشيت في الغطا كده وسيلته بالسشوار زي ما انا كنت قلت لكم قبل كده ازاي بنحوله لسائل، لقيت القوام بتاعه قوام سميك جدا، امتصاصه مش سهل في فروة الراس. زائد بقى كمان ان انت بيعمل لك المشكلة اساسا اللي انت رايح لصيغة المينوكسيديل فوم بسببها، انت رايح لصيغة المينوكسيديل فوم عشان ما يعمل لكش قشرة، يقوم يعمل لك قشرة او تستخدم نوع يعمل لك قشرة اكبر من المينوكسيديل السائل. ليه؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ لماذا نحن هنا؟ فيا جماعة بعد اذنكم طبعا محدش يستخدم النوع ده، هاستعرضه تاني، النوع ده من المينوكسيديل، هذه الماركة، تمام؟ ماركة هير باك بلس فوم. فوم العادي، انا مش قصدي على العادي، العادي كويس، العادي كويس، الناس بتستخدم هير باك بلس السائل استخدموه يا جماعه، مفيش اي مشكله. الناس اللي عايزه تستخدم صيغه الفوم عموما اشجعكم يا جماعه على ده، صيغه الفوم انا شفتها في روجين ممتازه، ممتازه فوق الممتازه، صيغه الفوم في كيركلاند فوق الممتازه، جميله جدا استخدمها، تمام. ريجين برضو صيغه الفوم فيه كويسه جدا، لكن ده كارثه، كرس بكل المقاييس. فاستاذنكم يا جماعه للي ناوي يستخدم النوع ده احذر منه، بلاش تستخدمه، نوع سيء جدا وسعره كمان مش رخيص، سعره الراجل قال لي تقريبا 105 جنيه، فبرضه مش رخيص او مش من الاسعار الرخيصه. انت عارف لو كان 105 جنيه واداؤه حلو وكنت قلت لك ممتاز وهاته وهرشحه لك. وانا كنت في فتره ما عايز اشوف انواع المينوكسيديل الفوم في السوق المصري، للاسف ما لقيتش غير النوع ده وما كنتش عارف عنه حاجة، وكنت بدور على حد جربه، ولكن بالصدفة، الكلام ده من زمان يعني، ولكن بالصدفة صديقنا ده جالي كده من السماء، هو كان جاي الراجل يتخانق معايا يعني ان انا بوصف له حاجة غلط، ولكن اكتشفت ان المشكلة مش في صيغة الفوم نفسها هي اللي عاملة المشكلة، هي المشكلة في الماركة اللي بتستخدم صيغة الفوم. فاستأذنكم يا شركة هيرباك بلس، حسنوا المنتج ده او شوفوا له صرفة او اسحبوه من السوق، لان منتج سيء جدا جدا جدا، لا انصح باستخدامه، لا انصح باستخدامه ابدا لاي شخص من الاشخاص. مش بتكلم على برضو على شركة هيرباك بلس، شركة مينوكسيديل بتعمل مينوكسيديل سائل جيد جدا والناس بتستخدمه، تجارب المستخدمين معاه كويسة وحاجة في منتهى الجمال والروعة. لكن الفوم لا، قلش منكم، محدش استخدمه يا جماعة، اعتبره أسوأ نوع. بص أنا شفت أنواع مينوكسيديل سيئة كتير وقليل، لكن عمري في حياتي ما شفت درجة تركيبة مينوكسيديل سيئة بهذه الدرجة، أعراضها الجانبية أسوأ من فاعليتها. فبس كده يا جماعة، هي دي كانت الحاجة اللي معانا النهاردة، حبيت ألخص لكم الكلام إن ده ما حدش يجيبه، تمام، وأنا بحذر منه، ما حدش يجيبه غير لما الشركة تعيد هيكلة هذه التركيبة وتعمل لنا تركيبة كويسة، ما تعملش قشرة، تمام، لان اللي بيستخدم مينوكسيديل فوم هو بيستخدمه علشان متضايق من قشره المينوكسيديل، فانت تقوم تدي له قشره اكتر، فلا، شوفوا حل لموضوع القشره ده، وشوفوا حل للتركيبه اللي قوامها غليظ جدا ما بيمتصش دي. انتوا بقى شركه مستحضرات تجميل وحاجات طبيه تقدروا تعملوا الموضوع ده، حسنوا التركيبه يا جماعه الخير من فضلكم. بس كده، اتمنى صديقي يكون الكلام اللي قلناه افادك وعجبك، ولو عجبك الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت، اشترك معانا في القناه من زرار السبسكرايب الاحمر، خلي اللون يبقى رمادي، فعل علامه الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا ان شفت الفيديو ده، اشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.